بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور المهمة في ديننا الإسلامي شيء اسمه الوقف. البعض منا قد لا يعلم مدى أهمية الوقف في شريعة الإسلام، وما الدور الذي قام به الوقف منذ بداية الإسلام إلى اليوم في نشر الإسلام، في نفع المسلمين، في بناء حضارة المسلمين. أصلاً الوقف كان له الدور الأول والأكبر، بل تعلم الغرب من المسلمين مفهوم الوقف. الوقف في اللغة الحبس والمنع، أما في الاصطلاح حبس أموال يمكن الانتفاع بها، الانفاق من ريعها مع بقاء أصلها. يبقى الأصل، أما الريع الأرباح التي تخرج والريع الذي يصدر من خلال هذه الأموال ينفق فيما خصص له هذا الوقف. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة أوقف أرضاً، أعطيت له أرض فجعلها وقفاً لله عز وجل، فبنى عليها مسجداً، مسجد قباء. هذا أول وقف في الإسلام، مسجد قباء صار وقفاً لا يستطيع أحد أن يبيعه أو أن يعني يزيله أو أن يغير الهدف الذي أنشئ من أجله. إنه وقف لإقامة الصلوات والعبادة والذكر، بيت من بيوت الله عز وجل. وهكذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يوقفوا. لما رأى في المدينة ما في بئر يشرب الناس منها إلا بعيد، ورأى بئرا هدمت، بئر روما كانت تسمى هذه البئر، فحث الصحابة على هذا الوقف. من يشتري هذا البئر ويعيد بناءه ويجعل دلوه مع المسلمين يكون له أجر بعد موته، ويبنى له بئر في الجنة يشتري به الجنة. من أسرع لهذا الوقف فأسبل هذا الماء؟ إنه ذو النورين، عثمان بن عفان الرجل الحي أسرع فاشترى هذا البئر وأعاد بناءه وأجر الماء فيه وجعله وقفا للمسلمين. وهكذا كان الصحابة يسرعون. مخيريق يهودي أسلم وذهب للمعركة ومات قبل أن يذهب للمعركة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قتل فإن ماله صدقة لله عز وجل. يهودي أسلم ومات حديث يعني قريبا أول ما أسلم، جعل 7 بساتين كلها وقفا لله عز وجل ينفق منها على فقراء المسلمين. ما أجمل الوقف، إنها الصدقة الجارية التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أول ما بدأ بالصدقة الجارية. ليش؟ لأن بعض الصدقات منقطعة، يعني أحيانا الواحد فينا يدفع صدقة 100 دينار 1000 ريال، يدفع بعض الدراهم صدقة وتنتهي، يود كل واحد منا ألا ينقطع أجره. حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس، إذا أردتم أن تستمر حسناتكم بعد موتكم فاحرصوا على الصدقات الجارية. وأعظم مفهوم للصدقة الجارية الوقف، أن يبقى الأصل نحبسه. إنسان حبس محل تجاري، مجمع، مزرعة، أرض، بناء، أي شيء، يبقى الأصل، ولكن يستفاد من هذا الأصل إما بأرباح، إما بمحاصيل، إما ببناء يستفاد منه فيما خصص له. هذا مفهوم الوقف. سوف نعرض على أمثلة جميلة جداً كيف أوقف المسلمون وعلى أي شيء أوقفوا، ونعرف أثر الوقف في العالم الإسلامي، ونعرض لكم بعض الأفكار التي ربما يوقف بعض المحسنين جزءا من أموالهم من أجلها. اهتم المسلمون كثيرا بالأوقاف، وانتشرت الأوقاف في دول إسلامية كثيرة لعلم المسلمين بأهميتها وبنفعها حتى بعد وفاة الإنسان. منها أوقاف أوقفها رجل بوسنوي اسمه غازي خسرو بك، رزقه الله شيئا من المال فبدأ بالأوقاف في قلب أوروبا، في البوسنة، في هذه المناطق التي فتحها المسلمون وقبل أكثر من 4 قرون، ما يقارب 5 قرون. أول ما أوقف مسجدا ضخما في وسط سراييفو في قلب العاصمة، ثم أوقف مكتبة هذه التي نحن فيها الآن،
ما يقارب أكثر من 400 إلى 500 عام، وهذه المدرسة تخرج أجيالا من المسلمين حفظ لكتاب الله عز وجل. مدرسة فيها علوم شرعية كثيرة جدا من العقيدة والفقه والقرآن والتفسير والحديث والسيرة وغيرها، ما يقارب 500، أقل من 500 سنة، والأجيال تتخرج، كلها في ميزان من؟ في ميزان ذلك الذي توفي منذ قرون. إن قبل الله عز وجل منه وقفه فهنيئا له، كم من علم ينتفع به بسبب هذا الوقف. أوقف مكتبة أيضا، أوقف مجمعا تجاريا ليكون ريعه لهذا المسجد وهذه المدرسة وتلك المكتبة، أوقف أوقافا أخرى لعلمه بأهمية الوقف. هكذا حرص المسلمون. بنو أمية الوليد بن عبد الملك بالذات اهتم بوقف المستشفيات، وكان يسمونها البيمارستان، بيمارستانات أي المستشفيات، وانتشرت في سوريا. من يذهب اليوم إلى مناطق الشام التي بقيت على حالها، لم تدمر بفعل الطواغيت، فإنه يرى آثاراً لبيمارستانات من أيام العهد الأموي، أيام كانت أوروبا ترتع في الظلام والجهل، وكان الناس المريض لا يجد من يعالجه. وما يسمى مستشفيات في فرنسا وفي أوروبا كانت الجثث تلقى وتتعفن، وكل المرضى بقرب بعضهم ينقل بعضهم المرض للآخر، وكانت أرقى البيمارستانات المستشفيات وقفاً للمسلمين وغيرهم في بلادهم. بل كانت الأوقاف ليست لمستشفى فقط للعلاج، لإقامته في المستشفى، لغذائه وشرابه طوال هذه الفترة، لأدويته التي تصرف عليه. أكثر من هذا، كان يعطى من الوقف المريض مالا نفقة سفره للعودة إلى بلده. تخيل اللي جاي من بعيد عشان يعالج، يعطونا نفقة السفر القدوم والرجوع. أتكلم عن كم؟ تكلم عن 1300 سنة من قبل، 1200 وشي سنة من قبل، كانت أوقاف المستشفيات بهذه الدرجة من العناية والاهتمام. أما في دمشق عاصمة الإسلام في ذلك الزمان، فكثرت الأنواع من الأوقاف، وقف خاص لأبناء السبيل، من انقطعت السبيل عنه، من كان مسافرا وانقطع ماله ورزقه يصرف عليه من الأوقاف. وقف آخر لفكاك الأسرى، تخيل وقف فقط ريعه إذا كان هناك أسير مسلم عند بلاد من بلاد الكفر، يدفع من هذا المال حتى يفك أسره. تخيل، يقول ابن بطوطة: كنت في دمشق، كان جالس يوم من الأيام في دمشق، فإذا بصبي غلام صغير يمشي بيده صحفة من فخار، سقطت هذه الصحفة على الأرض وانكسرت، فخاف، خاف لأن سيده سيعاقبه الآن على سقوط هذه الصحفة وانكسارها، فقام الناس إليه والغلام مفزوع خائف وجل، ماذا سيصنع سيده به؟ يقول ابن بطوطة: وأنا أراقبه. يقول: فإذا الناس يقولون لهذا الغلام: خذ ما تناثر من هذه الصحفة، خذ الفخار الذي تكسر هذا، خذه واذهب به إلى وقف فلان. هناك وقف خاص، تعرفون ليش هذا الوقف؟ وقف للأواني المكسورة، فقط للفقير الذي كسرت آنيته، أو مثل هذا المسكين الغلام الذي يعمل عند سيد فانكسرت آنية من آنيته، يعطى مالا بقيمة هذه الصحفة، وقف خاص لهذا. تخيل، هناك وقف آخر في دمشق كان يعطى للفتيات الفقيرات اللواتي سيتزوجن وما عندها شيء تجهز نفسها به، وقف خاص تجهيز الفتيات فقط للزواج. تخيل هذا الوقف. أوقاف للتعليم، أوقاف للمساجد، أوقاف للمستشفيات. كان الحكام في ذلك الزمان يتسابقون بالأوقاف، يعني شرف عند الحاكم اللي الله أعطاه مال أنه يوقف أكثر من غيره، ليس رياء، لكنهم كانوا يعتبرون هذا من مهامهم لرعاية الدولة أن الواحد منهم يوقف. ومنهم السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، أوقف مدارس في مصر، مدرسة في الإسكندرية، مدرسة في القاهرة، عدة مدارس أوقفها صلاح الدين الأيوبي، وأوقف محلات
ينفق ريعها على تلك المدارس. فما أجمل الأوقاف. في البوسنة انتشرت أوقاف إلى اليوم، 400 إلى 500 سنة، والناس تستفيد من ريع هذه الأوقاف دينياً وشرعياً وعلمياً وثقافياً وصحياً. العجيب كيف وصلت الأوقاف إلى هذه البلاد، إلى قلب أوروبا، في زمن حتى أوروبا ما كانت تعرف هذا كله. أوروبا ما كانت تعرف شيء اسمه أوقاف، بل استفادت في القرن التاسع عشر، استفادت أوروبا، ونحن أخذنا هذه القوانين من أوروبا في القرن العشرين. لكن المسلمين هم أول من بدأ بهذه الأفكار. هل تتصور أن هناك وقف في بلاد المغرب العربي، وقف خاص، تعرف لما؟ شوف المسلمين واهتمامهم لرعاية الحيوانات الضالة، وقف خاص لرعاية القطط الضالة. هناك قطط تضل في الشوارع وفي الطرقات، وليس هناك من يرعاها، من يكفلها، من يطعمها، من يحتويها. هذه القطط من لها؟ وقف خاص وضعه المسلمون، وفي كل كبد رطبة أجر. وقف آخر خاص للكلاب الضالة. تخيل، كلاب ضلت، ليس هناك من يطعمها. هل رأيت حضارة أعظم من تلك الحضارة؟ والله كان المسلمون أعظم الأمم حضارة ورقيا وخلقا وفهما، لكن للأسف في القرون الثلاثة الماضية دمر المسلمون تدميرا. حاولوا أن يضيعوا كل نور شع في الأرض بسبب المسلمين، ومنها تلك الأوقاف. بل من لا يعلم فإن في العصور الأخيرة تعمدوا تدمير هذه الأوقاف، بالذات في تركيا لما تحولت إلى دولة علمانية، ودول العربية لما دخلها الاستعمار. ما الذي حدث لأوقاف المسلمين؟ سوف نكمل وإياكم ما الذي أرادوه، لأنهم علموا خطورة الوقف في انتشار الإسلام وانتشار حضارته، لهذا قصدوا الوقف لتدميره. انتشرت ثقافة الوقف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تسارع الصحابة، كل من يملك شيئا فيوقفه. أبو طلحة الأنصاري يملك حديقة كبيرة فيها من الثمار، فيها من المحاصيل، هي أحب أمواله إليه، أسرع لإيقافها لفقراء المسلمين. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن من أحب أموالي إلي بيرحاء، اسمها هذه الحديقة، وأني سمعت الله عز وجل، قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني أريد أن أجعلها صدقة لله ورسوله. يعني يوقف الحديقة، ثمارها تكون للفقراء والمساكين. فحثه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في أقربائه من فقرائهم ومساكينهم. هكذا تسارع الصحابة، كل من يملك شيئا فيوقفه. أما عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فكان يملك أرضا من أثمن ما يملك في خيبر، قال: يا رسول الله، إنها أحب أموالي إلي، وإني أريد أن أجعلها صدقة لله ولرسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبسها، أي احبس هذه الأرض واجعلها صدقة لله. هذا هو مفهوم الوقف. كان يعني يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد يجعل له شيئا يبقى له بعد وفاته. فأوقف عمر أرضا كبيرة عنده في خيبر وجعلها كلها لله عز وجل. الرزق على الله، ولن يموت الإنسان إلا في يومه، ولن يأكل أكثر من رزقه، فلما لا يوقف شيئا من ماله لله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، يعني من الأشياء التي تجري له بعد موته، قال: علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه،
أو صدقة أخرجها من ماله، هذا هو مفهوم الصدقة الجارية. كثير من الناس يسأل شلون أسوي صدقة جارية؟ يا أخي اجعل لك مشروع يبقى أصلح وفي أرباح، هذه الأرباح سخرها لعمل خير، في أيتام كفالة، في أرامل، في فقراء ومساكين، في الجهاد. تستطيع أن توقف شيئا للجهاد في سبيل الله، ينفق على المجاهدين في سبيل الله، هذا فعله المسلمون الأوائل. أما خالد بن الوليد فإنه مات على فراشه وكان عنده من السلاح والدروع والسيوف جعلها كلها وقفا لله عز وجل، فأخرج جعل كل ما يملك من أسلحة جعلها وقفا للقتال في سبيل الله، يستخدمها المسلمون لقتالهم وجهادهم. هكذا اهتم الناس بالوقف. جاءت الدولة الأموية فجعلت جهة في الديوان مستقلة فقط ترعى شؤون الواقفين وتهتم بأوقافهم منذ بداية الدولة الأموية، هكذا اهتم الناس. وجاءت الدولة العباسية ونظمت الوقف أكثر وسمت جهة صدر الوقف، صدر الوقف ما يخرج من الأوقاف جعلتها جهة مستقلة لوحدها تهتم بالأوقاف. المسلمون راعوا الوقف كثيرا، أما أهل الأندلس فما أجمل وأعظم الأوقاف التي اهتموا بها. الوقف يبقى أصله دائما وريعه يبقى يجري لصاحبه ولو بعد موته. الأوقاف الجميلة التي كانت موجودة في العصور الأولى في الإسلام، حديقة كبيرة قرب المسجد الحرام أوقفت هذه الحديقة على فقراء المسلمين وابن السبيل والمساكين. وكذلك هناك وقف في الشام أيضا أوقف ريعه كان مخصصا للعاجزين عن الحج، هكذا من أوقف أرادها، كل من عجز عن الحج يعطى نفقة ليحج به. وآخر أوقف وقفا لإعارة حلي لإعارة الفقراء في الزفاف، يعني فقيرة تريد أن تتزوج تبي تتزين تتحلى فتعار إعارة هذه الحلي أيام ثم ترجعها إلى ذلك الواقف، كان يعير حليا. كل واحد كان يتفنن يبحث عن حاجات الناس وكان يجعل لها وقفا تبقى له بعد وفاته، يبقى الأصل والرعي ينفق في هذا. بل هناك من أوقف لإصلاح الطرق، كان تعبيد الطرق يكون عن طريق وقف، إنارة الطرق، تعبيد الطرق، تسوية الطرق، تجهيزها للمارة، إذا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة ما بالكم بتسوية الطريق كله. في تونس أوقف أحدهم وقفا لأن كان في فقراء مساكين ما عندهم أموال يذهبون للطبيب لختان أطفالهم، تطهير الطفل من الفطرة من السنة من الدين الختان هذا، وبعض الفقراء ما كان عندما يملك ليختن طفله، جعل وقف لأطفال فقراء المسلمين لختان أطفالهم. شوف شلون الناس تفكر. ومع هذا منذ أن تحولت الدول وسقطت الخلافة العثمانية وتحولت الدول إلى دول علمانية وبدأ الاستعمار يجوب مناطق وبلاد المسلمين، بدأت السيطرة على هذه الأوقاف وتحويلها إلى الحكومات العلمانية وإنفاقها في غير محلها، وبدأ العبث بأوقاف للأسف كانت هي المصدر الأساس في عمارة بلاد المسلمين وحاجات المسلمين. علموا خطورة هذا الوقف فبدأوا بتدميره. البعض الحمد لله عاد بعد خروج الاستعمار وسقوط بعض الدول العلمانية المجرمة والشيوعية التي سيطرت على بلاد المسلمين، بعض هذه الأوقاف عادت وأرجعت مرة أخرى، والبعض للأسف لا زال إلى اليوم ضاع بين ممتلكات تلك الحكومات الفاجرة، ونسي الناس أنه كان وقفا للمسلمين وفقراء المسلمين. الغرب، كنائس الغرب
المؤسسات الدينية في الغرب تعلموا هذه الفكرة من المسلمين. في القرون الأخيرة عند الغرب وعند الكنيسة في أوروبا وفي غير أوروبا حرصوا كثيرا على إنشاء أوقاف لهذه الكنائس، وأنفقوا على هذا مليارات مو ملايين، اليوم مئات وأنا صادق في كلامي مئات المليارات من الدولارات كلها موقوفة وقفا على الكنائس. منظمات التبشير اليوم اللي يسمونها تبشير تنصير ويعني بعض المؤسسات الدينية لهم وكنائسهم كلها تعتمد على أوقاف تعلموها من المسلمين وأقاموها عندهم، ودول تنفق على هذه الأوقاف مجبرة ليست مخيرة، وتجار وشركات كبرى يدفعون جزءا من أموالهم بالمليارات ليوقفوها لهذه الكنائس ولأولئك القساوسة لينشروا دينهم بلا حساب ولا رقيب ولا. أما مؤسساتنا الإسلامية فإنهم يضيقون عليها ويجمدون أموالها. اليوم نحن نريد أن نحيي هذا الوقف مرة أخرى ونستمر. من أراد أن يبقى أجره بعد وفاته صدقة جارية، من أراد أن الحسنات تجري له بعد موته فليوقف وقفا، ليس فقط مسجدا، هذا يوقف مركزا تجاريا لتعليم المسلمين، ذاك ينشئ يعني أوقافا واستثمار يوقفه لعلاج مرضى المسلمين، وذاك لمثلا إرشاد ضالهم، وهذا للدعوة إلى الإسلام، ورابع للمساجد والصلاة، وخامس وسادس للأيتام، وذاك لابن السبيل، وهذا للفقراء والأرامل، وهذا كل واحد فينا يبحث له عن وقف. والله لو ما عندك إلا 10 دنانير تشترك مع غيرك في وقف، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله لو ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة ذرة ولا شيء خيرا يراه. من منا يود بعد موته أن يجري عمله الصالح أن يستمر؟ حل الوقف. ونحن الآن في صدد إنشاء إدارة كبيرة جدا يشرف عليها علماء ومشايخ دين عدة ومتخصصون اقتصاديون فقط لإدارة الأوقاف، لأنني بعد اطلاعي وبعد يعني دراستي لكثير من الأوقاف، نعم هناك إدارات جيدة في دول بالذات دول الخليج، هناك الأمانة العامة للأوقاف في الكويت، عندنا في قطر نفس الشيء، إدارة الأوقاف متخصصة في السعودية، في دول الخليج كلها فيها بفضل الله إدارات متخصصة، بعض الدول العربية فيها وزارات تعني بهذا الشأن. لكن اكتشفت أمرا أن كثيرا من هذه الأوقاف ريعها ولا شيء ما يسوى. هل تصدقون أوقافا بالملايين ريعها بالسنة 2%؟ صح في ريع، وجزاه الله خير الذي يعني أوقف هذه الأوقاف، لكنه كان يتمنى أن لو كان ريع هذا الوقف على الأقل 10% ينفق في المسلمين وفقرائهم. ليش 1-2%؟ بعض الأوقاف فيها خسائر للأسف، يعني يذهب جزء من رأس مالها ولا ريع قاعد يطلع، لأن من يدير هذه الأوقاف لا يحسن إدارتها. القضية ليست ترى دينية وبس، القضية اقتصادية أيضا، يعني من يشرف على هذه الأوقاف يجب أن يطورها، يجب أن يعني يستثمرها حتى يخرج منها أكبر ريع ممكن، لأن هذا المتصدق حتى وأن توفي يتمنى أن يصل خيره بدال اليتيم يتمنى 10، بدال 1000 يتيم يتمنى 10,000 يتيم، ليس فقط يتيما واحدا، وكلما زاد الفضل زاد الأجر. ولهذا نحن الآن بصدد إنشاء إدارة كبرى ليست في دولة واحدة، عدة دول تدير هذه الأوقاف وتصرفها في المكان الذي خصص له. فما يجوز واحد أوقف على أيتام نصرف أمواله على شيء ثاني، واحد أوقف على علاج مرضى ما يجوز نصرف أمواله على شيء آخر، واحد لتعليم ما يجوز نصرفه لشيء آخر. كل من أوقف شيء يجب أن يصرف على ما أوقفه عليه، وإذا كان الوقف بشيء عام يصرف في الاحتياجات الأكبر للمسلمين. فقه الوقف كبير وإدارته متطورة، ونحن اليوم وصلنا إلى عالم غربي أيضا يهتم بأوقافه، ليس فقط عالم إسلامي، لكن الفرق بينه وبينهم إن المسلم يرجو أجره وثوابه عند الله ليس فقط في الدنيا. فلنحرص على الوقف، كل منا يوقف، كل منا حسب استطاعته ولو شيئا قليلا تبقى له صدقة جارية بعد موته
فما أجمل الوقف وما أعظم أجره عند المسلمين.